رجعنا سريعا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكوره والملاعب. مساء الخير على حضرتك، منورنا. اهلا بيك يا شيماء، انا سعيد اني موجود معاكي في بيتي. النادي الاهلي بالنسبه لي هو بيتي يعني. اكيد طبعا هنتكلم برضو عن الموضوع ده، بس خلينا اول نتكلم عن الحدث الاهم، يوم 28 سبتمبر يوم الجمعه اللي جايه، الجمعيه العموميه غير العاديه عشان التصويت على لائحه النادي الاهلي او دستور النادي الاهلي. شايف لائحه النادي الاهلي ازاي؟ شايفها ان هي يعني فخر لكل اهلاوي، فخر لكل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي، ابتداء بجماهيره، ابتداء بأعضائه، بمجلس إدارته. هو عمل كبير جدا ورائع جدا وضخم جدا، استحق الإشادة من حتى من الأطراف الخارجية، ممثلة في اللجنة الأولمبية المصرية، في وزارة الشباب، حتى في أقراننا في الأندية الأخرى. كل الناس سعيدة بالمشروع الكبير اللي اتعمل في الأيام اللي فاتت، واللي سهر عليه اللجنة كبيرة جدا، وورش عمل ومنتدى من الإعلاميين والصحفيين والفنانين، تقريبا كل طبقة المجتمع الأهلاوي كلها شاركت فيه. صحيح. هو عمل بينتمي لي وبينتمي لحضرتك وبينتمي لأي حد منتمي أو عضو في النادي الأهلي. صحيح. فهو سعيد بيه جدا يعني. صحيح. يعني عمل عملاق ورائع. شفت التعامل بقى مع اللائحة دي ازاي، واخد اراء الاعضاء والمناقشة معاهم؟ منتهى الديمقراطية، منتهى الديمقراطية. درس في الديمقراطية. طرحت افكار للائحة، اتناقشت، اتسمع لمقترحات الاعضاء بهدوء شديد جدا. بعض الناس كانوا فاكرين انها هتبقى خناقه مع اللجنه او مع مجلس الاداره، لا، كل المقترحات، كل الملاحظات كلها روعت. صحيح. الى ان انتهينا في النهايه ان مفيش بند جوه اللائحه، اللي هو المشروع ان شاء الله يوم الجمعه، الزحف الاهلاوي الكبير اللي هيبقى موجود في الجمعيه العموميه ان شاء الله من 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 الساعه 9 صباحا لحد اخر لحظه، هتلاقي في زحف كبير جدا، في اهتمام. أكيد. من المجتمع. أكيد. الاهلاوي او من اعضاء النادي الاهلي بالتصويت على اللائحه، لان من حق النادي الاهلي ان يكون له دستور. صحيح. وان يكون له والاسترشاديه لا تليق بالنادي الاهلي. الاسترشاديه بتغطي جوانب بس مش بتغطي كل الجوانب. صحيح. اللي تهم يعني الحاجات الانسانيه. لو اتكلمنا عن الفرق ما بين الاسترشاديه ولائحه يعني النادي الاهلي، يعني الاسترشاديه هي بتغطي جوانب عامه، جوانب عامه بالنسبه لإدارات الانديه، لكن مين هيتكلم عن روابط المشجعين مثلا، اهميه جماهير النادي الاهلي. صحيح. وانها تكون موجوده في المنظومه، وده العامل الاهم. صحيح. ازاي اللائحه بتاعتنا او دستورنا بيغطي النقطه دي باهتمام شديد جدا، ان هو بيسمح بتكوين رابط المشجعين من 150 عضو. احنا في مصر لو قلنا ان في عدد جماهيره يتجاوز 70 مليون، يبقى ممكن يطلع منهم كام الف رابطه. لما بنتكلم عن الاستثمار اتكلمت عنه اللائحه الاسترشاديه في سطور او هنت سريع. ان اللائحه او دستور النادي الاهلي اتكلم عنه باستفاضه شديده جدا، حتة الحظر ما بين الجمع ما بين عضوية مجلس الإدارة وما بين أي تأسيس شركة مساهمة، ده كان رائع جدا، منتهى الشفافية والوضوح من جانب مجلس الإدارة، وهم اللي أصروا على يكونوا موجود، إنه ما يبقاش في جمع بين الاتنين. حاجات كتيرة جدا ما بتغطاهاش اللائحة الاسترشادية. صحيح. طيب حضرتك أكيد حضرت بعض الجلسات اللي كانت معمولة أو الاجتماعات اللي كانت معمولة. تابعت عن كثب، يمكن ما شاركتش في بعضها بس تابعت عن كثب. شفت ايه اهم الحاجات اللي اتغيرت او اهم البنود اللي اتغيرت؟ يعني حته العضو التابع كان في بعض الارمله المطلقه، الحاجات الانسانيه اللي موجوده، الاهتمام الشديد جدا بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصه، لا، حاجات كتيره جدا. عمليه السرداد العضويه اصبح بمقدور العضو حتى اللي زالت عنه العضويه النهارده، ان هو يقدم طلب لمجلس الاداره بموافقه الجمعيه العموميه انه ممكن يرجع. كان زمان استحاله ان ده يحصل الا بحكم محكمه. النهارده اصبح متاح ان لو عضو زالت عنه العضويه لاي سبب من الاسباب، وقدم تظلم لمجلس الاداره، ووافق عليه مجلس الاداره، بيعرضه على الجمعيه العموميه وممكن العضو ده يرجع. ده يفتح باب امل لناس كتيره جدا كانت زالت عنها العضويه في السنين اللي فاتت يعني. صحيح، وتفرق كتير جدا اكيد. طيب يعني من خلال يعني قرايه حضرتك للائحه الاسترشاديه اللي اكيد طبعا هتنزل وتصوت عليها يوم 28 يوم الجمعه، لائحه النادي الاهلي، عفوا النظام الاساسي، لائحه النادي الاهلي اللي اكيد هتنزل تصوت عليها يوم 28 سبتمبر او يوم الجمعه اللي جايه، لا ده انا واسرتي وعيلتي وكل الناس اللي
حواليا، كلنا نازلين كلنا بكثافة شديدة جدا، احساسنا بان الاهلي يستحق مننا أكيد. طبعا يعني ده المفروض حق النادي الاهلي، المفروض ان انا اتكلم بحياد، بس في حاجات ما ينفعش فيها الحياد. الاهلي فوق مستوى الحياد، الاهلي مش محتاج مننا ان احنا ننحازله، لكن هو يستحق مننا ان احنا نعلم بفخر شديد جدا ان احنا اهلاويه او بننتمي للاهلي. صحيح. فده واجب علينا كلنا. في اهتمام، محادثاتنا التليفونيه، اجتماعاتنا، كله رايح باتجاه الصندوق عشان يقول انا من حقي ان انا يكون لي لائحه او دستور للنادي الاهلي. صحيح. ايه البنود اللي موجوده في اللائحه يعني شد اهتمامك قوي فيه؟ موضوع الاستثمار، احساس الاداره او وعيها الشديد جدا بعمليه التطوير جوه النادي. طب ممكن حضرتك توضح لنا البند ده اكتر؟ يعني هو الفكره بتاعت الاستثمار، ازاي ناسس شركات مساهمه. احنا عندنا مثلا شركه النادي الاهلي للانتاج الاعلامي اللي هي قناه النادي الاهلي. ممكن الاهلي ياسس شركه معنيه مثلا باستخدام اللوجو بتاع النادي الاهلي. ممكن ياسس شركه في مجال العقارات، ممكن ياسس شركه في مجال الصناعه من الصناعات، ممكن كل ده يضر دخل او ارباح للنادي الاهلي. اسم النادي الاهلي لوحده يساوي يعني ترند كده يساوي مليارات، فممكن صحيح. استخدامه ده في المستقبل من خلال تاسيس شركات عديده، بناء كمان اكاديميات خاصه بالنادي الاهلي، كتير كتير كتير، عديد الافكار اللي ممكن تحط فيها اسم الاهلي وتساوي ملايين كتيره جدا، هيعود بالنفع على النادي الاهلي الكيان، وهيعود النفع على اعضائه وعلى جماهيره وعلى فرقه الكوره. وبالنسبه للنسب فنسبه 51% لازم اصرار برضو. دي منتهى الشفافيه ان يكون الاهلي مالك في كل شركه بتؤسس ل 51. 49 التانيين هي انت محتاجه انك تجلبي استثمارات لجوه النادي الاهلي. ف 49 هتبقى فرصه لاي مستثمر سواء مصري او عربي او اجنبي ان هو يخش في الاطار ده، وفي نفس الوقت بتحافظ للكيان على طابع الاداره او الملكيه من خلال نسبه ال 51%. ايه الفرق ما بين اللائحه الاساسيه او البند الخاص بالاستثمار في اللائحه الاساسيه دلوقتي الحاليه او ان شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 28 بعد بكره باذن الله، والفرق بين برضو نفس البند ده لكن في اللائحه القديمه؟ اللائحه الاستشاريه كانت بتتكلم عن مفهوم الاستثمار بشكله العام، لكن احنا هنا في اللائحه بتاعت النادي الاهلي بنتكلم عنها باحتياجاتنا احنا كاهلاويه للاستثمار جوه النادي الاهلي. فده الفرق ما بين الاثنين. يعني هل حضرتك عندك اي ملاحظات على اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي اللي هيتم التصويت عليها ان شاء الله بعد بكره؟ يمكن اهم الملاحظات زي ما انا قلت لحضرتك كده، ان حته اسقاط العضويه اصبح في ايد الجمعيه العموميه مش في ايد مجلس الاداره، فده بيعظم دور الجمعيه العموميه. حته ان بقى في روابط مشجعين، جمهور الاهلي يستحق ان يكون له رابطه تجمعه، رابطه قانونيه. صحيح. بدل ما تطارده اجهزه امن او تصدر احكام بحل روابط او ما شابه، اصبح من يوم السبت ان شاء الله يستطيع كل محبي النادي الاهلي وعشاقه وجماهيره ان يتقدموا لمجلس الاداره بطلب على الاقل 150 عضو ينشئوا بيه روابط. اعتقد انها لو كل 150 عملوا رابطه احنا محتاجين مثلا 500,000 رابطه يا دوب عشان تغطي 70 مليون. صحيح. ده صحيح، بس اعتقد ان الروابط هتتحد مع بعضها. اعتقد ان ممكن يكون في نجد في النهايه 4 أو 5 روابط كبار ينضم حواليهم الجماهير. واحنا لو قلنا مثلا ان كل مدرسه على الاقل فيها رابطه، في اكيد فيها اكتر من 150 اهلاوي عملت رابطه، فلا الموضوع هيبقى كبير جدا. المهم ما هو برضو ما تركتش كده بدون ضابط، هي لازم يشترط ترخيص من مجلس الاداره. صحيح. يعني مجلس الاداره لازم يرخص له للرابطه دي عشان تنشا يعني. صحيح. نتكلم بقى عن اللجنه الاولمبيه ودخول اللجنه الاولمبيه والنادي الاهلي. النادي الاهلي زار اللجنه الاولمبيه عشان يوريهم اللائحه وياخد رايهم فيها، وبرضه النادي الاهلي عودنا على العمل المؤسسي. طالما ان اللجنه الاولمبيه هي الجهه الاداريه الحاكمه في الموضوع، كان لازم الاهلي يطلعها على كل الاجراءات اللي تمت. هي كمان شاركت في وضع يعني من خلال اعضائها،
شاركت في وضع لائحة النادي الأهلي. كان لازم النادي الأهلي يطلع اللجنة الأولمبية على كل الإجراءات وكل الأطر عشان ما يكونش في بنود مخالفة للقوانين الأولمبية فتبقى في مشكلة بعد كده. النادي الأهلي عمل مؤسسي مش هيسمح بأن هو ياخد إطار فردي ثم بعد كده يطعن عليه ثم بعد كده تؤدى به الأمور أن هو تبقى في شكاوى في اللجنة الأولمبية الدولية. فدي كانت يعني احنا كانت ازاي غيرنا أكيد صحيحة يعني ازاي غيرنا. كان بقى في انتقادات كتير جدا للزيارة دي بالذات، شفت الانتقادات دي ازاي؟ لا ينتقد زيارة النادي الأهلي بإطار قانوني بإطار مؤسسي لإطار شرعي وإطار مؤسسي إلا إما أن هو حاقد على النادي الأهلي أو جاحد لتاريخ النادي الأهلي أو هو ليه غرض أو مرض أو عرض. وما أعتقدش أن أي حد بينتمي للنادي الأهلي هيكون في أي صفة من الصفات دي. هل من وجهة نظر حضرتك ان اللجنة الأولمبية ليها وصاية على الأندية المصرية؟ انا مش شايف ان في وصاية. يعني الوصاية دي حصلت في ايه؟ يعني هل في سوابق حصلت في ان هي تدخلت في عمل او إدارة اي نادي من الأندية؟ مش دفاعا، احنا مش في محمل الدفاع عن اللجنة الأولمبية، ولكن لابد ان يكون العمل مؤسسي. صحيح. وإذا كان القانون حال اللجنة الأولمبية أنها جهة الإدارة الحاكمة في الموضوع يبقى علينا كلنا أن احنا نحترم ده. أكيد. ولا أكيد. العملية هي مش فرض عضلات يعني. صحيح أكيد. طيب رسالة حضرتك إيه بقى لأعضاء الجمعية العمومية؟ هم مش محتاجين مني رسالة، هو بصراحة يعني في حالة من الشحن نفسه، كل واحد حاسس من جواه أن هو عليه دور عليه أن يؤديه من الجمعة. أن أنا أنزل، أن أنا أروح بدري جداً، ان انا ادلب صوتي. صحيح. ان انا لو انا ليا صديقي او جاري او صاحبي معي. اجيبه معايا. صحيح. لو ما عندوش عربيه عربيتي موجوده. لو طبعا في تسهيلات كمان موفر كتير جدا من النادي الاهلي على الاعضاء. جراج التحرير كله بالكامل موجود للصلاه لصلاح الاعضاء. وتثبيتات بين الاعضاء النادي الاهلي فرع مدينه نصر وكمان الشيخ زايد لمقر النادي الاهلي في الجزيره، بالاضافه طبعا للجولف كارز اللي موجوده عشان طبعا الناس الكبار في السن مش لكن هيقدروا. الرساله الاهم اللي هي وصلت في الساعات اللي فاتت حديث البعض عن لائحة النادي ومحاولة تقديم ليها النادي الجاي يعني الموضوع النهارده كان دي ده جديدة شفت ان خبر عبد الله اللي يعني نظرة بالعضو أعضاء الفروع الأخرى من الفروع الجديدة اللي بتتعمل أو بتتفتح. بمعنى تقصدي ايه؟ يعني دلوقتي اعضاء مثلا نادي الاهلي مدينه نصر. تمام. هو انا برضو النادي الاهلي مدينه نصر بيعامل معامله الاهلي الجزيره، كله كيان واحد. وبالنسبه للاهلي الشيخ زايد، بالنسبه للاهلي الشيخ زايد برضو هو جزء من الكيان، هو لا ينفصل عنه ولكن ملوش حق التصويت، ده الفرق بس. ملوش حق التصويت، هو بس الفرق في عمليه التصويت، انما الباقي عضو كامل يعني. طب موقفهم ايه بقى في اللائحه الجديده ان شاء الله؟ بيبقى الموقف على ما هو عليه، ان بالنسبه للفروع سواء اللي هيبقى الشيخ زايد او الفرع الرابع ان شاء الله المزمع انشاؤه، هيبقى العضو اللي بياخد العضويه في الفرع ده هتبقى قاصره على الفرع اللي هو الجديد اللي اشترك فيه، بخلاف اللي هي العضويه الكامله هي منها 50,000 جنيه. صحيح. دي هتبقى متاحه لكل لدخول الاربع فروع اللي هم اعضاء طبعا اهلي الجزيره وبعديها اعضاء مدينه نصر وبقى اعضاء نصر. صحيح. طيب نروح بقى للنادي الاهلي والكوره في النادي الاهلي والمباراه المهمه اكيد اللي هتتلعب بكره في البطوله العربيه في دور ال 32 من البطوله العربيه. شايف فرص النادي الاهلي ازاي في اللقاء ده اللي انتهى هنا في لقاء الذهاب بالتعادل السلبي؟ الاهلي هناك فرصته جدا طبعا في ان هو يتخطى هذه العقبه، ان شئنا نسميها عقبه
يمكن النتيجة السلبية دي دافع وحافز للاعبين ان هم يعدوا من اللقاء ده بنتيجة إيجابية هناك. كل الفرص متاحة، الأجواء اللي هناك أجواء حميمية جدا بالنسبة لبعثة النادي الأهلي، كل الأخبار الواردة من هناك يعني الاستقبال حافل، المناخ كمان مناخ كورة، الأجواء دي موجودة في لبنان بنتكلم في درجة عشرينات مش من ناحية ده. معنا فيديو احمد فتحي بينضم لبعثه الفريق الاول كان في لندن عشان طبعا تسليم جائزه ذا بيست الخاصه بالفيفا، وبعد كده رجع على بيروت عشان ينضم لفريق النادي الاهلي وفريق الكوره الاول في بيروت. فالفرص هناك الأهلي أكيد استفزته النتيجة اللي كانت بتاعت لقاء الذهاب اللي كان في القاهرة، أعتقد أنه هو قادر على تخطي هذه العقبة إن شاء الله. فريق النجمة فريق كبير وفريق محترم وكل حاجة، لكن الأهلي درس تماما الفريق اللبناني وكشفت له مباراة الذهاب أكيد عن كثير من الأمور. اعتقد ان احنا في يوم الخميس اللي هو بكره صحيح هيكون اللقاء الساعه 6:30 بتوقيت القاهره، 7:30 بتوقيت بيروت. ان شاء الله باذن الله الاهلي يتخطى هذه العقبه ويحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في لبنان. صحيح. طيب بعد كده طبعا في مباراه مهمه وهي لقاء فاق سطيف الجزائري، شايف اللقاء ده برضه هيكون عامل ازاي؟ شايف ان مفتاحه هو مباراه الذهاب اللي هي هتقام في القاهره. اذا الاهلي استطاع ان هو يحقق نتيجه ايجابيه وكبيره تحسم مباراه العوده هيبقى ده سهل له كتير جدا او قطع جزء كبير جدا من المشوار. مباراة وفاء ستيف فريق لا يستهان به، يكفي ان هو اخرج حمل اللقب اللي هو الوداد، كمان بيضم مجموعه ونخبه من اللاعبين المميزين جدا خاصه على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. اعتقد ان الاهلي كمان بيحترم المنافسين بتوعه، واحترامه لوفاء سطيف هيكون احد اسباب ان شاء الله ان هو يتخطى هذه العقبه ويصل للنهائي باذن الله. اكيد. طيب بالنسبه بقى لمكان اقامه اللقاء، شفنا نادي الاهلي بيلعب مع هورايا كوناكري الغيني في ملعب السلام بطلب من مجلس اداره النادي الاهلي طبعا توفيرا للمجهود على اللعيبه وكمان على الجمهور اللي اكيد كان السبب الاول او الاهم في فوز النادي الاهلي والاداء كمان الجميل اللي حصل في اللقاء ده. صحيح. اللقاء القادم قصاد وفاق سطيف، سمعنا النهارده في بعض الجرايد ان في حاله من الغموض على الملعب اللي هيقام عليه اللقاء القادم لنادي الاهلي في الدوري الافريقي. في ناس بيقولوا ان الملعب اللي هيستقبل اللقاء ده قد يكون برج العرب، برغم ان النادي الاهلي لسه لغايه دلوقتي ما جالوش ولا خطاب رسمي واحد ان ملعب برج العرب هو اللي ممكن يستقبل. المعلومات اللي عندي ان الاهلي متمسك باقامه المباراه في استاد السلام مش برج العرب، لكن ربما يكون زياده الاعداد الجماهيريه، انت عارفه ان مباراه دور قبل النهائي هتبقى فيها زحف جماهيري اكبر. صحيح. يعني ربما عدد الجماهير يكون هو ده الحائل الوحيد يعني. يمكن. بس دلوقتي بالنسبه لساعه استاد السلام اعتقد انها هتكون بس دلوقتي عدى خلاص ال 15 يوم اللي هم ممكن النادي الاهلي يبلغ فيها الفريق الاخر فريق وفاق سطيف بتغيير ملعب اللقاء. ربما دي تكون أزمة يعني. صحيح. طبعا لصالح النادي الأهلي، وأعتقد أن كل الجهات المعنية هتبقى بتسعى أن يكون الأهلي في حالة معنوية أفضل، وجوده في القاهرة ده هيسبب له كثير من الراحة، لكن إذا كانت القصة متعلقة بعدد الجماهير واستقبالهم بالنسبة لساعة استاد السلام خلاص يبقى لا مفر من إقامة المباراة في ملعب يستوعب، وإذا كان أمنيا هي الموافقات موجودة على برج العرب يبقى ليه لا. طيب خلينا برضو نكمل كلامنا عن دوري أبطال أفريقيا وسعي النادي الأهلي طبعا للحصول على النجمة التاسعة في النسخة الحالية. شايف ايه الفريق الاصعب او ايه اللي هيكون عائق قصاد النادي الاهلي ان هو يحقق النجمه التاسعه؟ اعتقد ان العائق الاكبر
اللي هو مباراة دور قبل النهائي اللي هو وفاق سطيف في الجزائر. وجود الأهلي في النهائي بالكاريزما بتاعت النادي الأهلي أعتقد أن هي هتبقى قربت له كتير جدا من المسافات. غالبا طبقا للترشيحات أن هيكون الفريق المنافس بالنسبة له الترجي. وجود سابق الترجي ولعبه معنا في دور المجموعات والمباراتين، مباراه انتهت بتعادل سلبي ومباراه نجحنا في ان احنا نفوز عليه في عقر داره هناك، اعتقد ان دي برضه هتبقى من الوسائل الضاغطه على الترجي في اذا ما تاهل للمباراه النهائيه. اعتقد ان العقبه الرئيسيه تتمحور في لقائي دور وفاق سطيف. صحيح. طيب نروح بقى للدوري المصري الممتاز واللي عدى منه 8 جولات لحد دلوقتي. لو سالت حضرتك عن رايك او تقييمك للدوري المصري لحد دلوقتي، وايه ابرز حاجه شفتها في الدوري المصري في الموسم الحالي؟ طبعا الظاهرة الأكبر هي سوء مستوى التحكيم، طبعا هي دي الظاهرة المسيطرة على أو من شواغل المتابعين. صحيح، واللي كان باين لنا قوي قوي في لقاء النادي الأهلي مع الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة من الدوري. مع الأهلي والإنتاج الحربي مش بس كده، ده من قبل الأهلي والإنتاج الحربي ومن بعديه. يعني احنا شفنا حتى مباراة المقاولين والزمالك في الدقيقة الأخيرة ضربة جزاء لا تحتسب للمقاولين العرب وبتخليه ان هو يفقد على الأقل نقطة التعادل. صحيح. ومن ثم بتمنح للمنافس ان هو يحصل على نقطتين إضافيتين كان المفروض ان هو ما ينتهي اللقاء بالتعادل. الأخطاء التحكيمية مسلسل متواصل، يعني يقولوا هيعملوا تقنية فيديو ومش هيعملوا تقنية فيديو. تقنية الفيديو بقى هتحل المشاكل اللي عندنا دي؟ ما المشاكل اللي عندنا سببها ايه؟ سببها ضعف ابصار، يعني هو ما بيشوفش، ولا سببها قله تركيز، ولا سببها ايه بالظبط؟ يعني احنا عاوزين نعرف هل تقنيه الفيديو. طيب النهارده في النهايه القرار للحكم. طب النهارده لو حكم الفيديو قال له في السماعه ان في ضربه جزاء مثلا، النادي الاهلي هو ملوش رغبه انه يحسب، هيروح يتفرج على التلفزيون وهيقول ان هي ايه ضربه جزاء، او العكس ضربه جزاء محتسبه ضد النادي الاهلي وهو خد قرار بانها احتساب ضربه الجزاء ضد النادي الاهلي ثم شاف من حكم الفيديو ان هي مش ضربه جزاء خلاص وقال له وشاور له وخد القرار برضه ان هو مصمم على ضربه جزاء. اذا ان انت بتتعاملي في النهايه مع عنصر بشري. موضوع تقنية الفيديو مش هي الحاسمة، احنا بنتكلم يعني مش هتساعد الأهداف والمقاصد. المفروض انها تساعد والمفروض انها تحسن وتجاوب من الأخطاء. تأكيدات كتيرة جدا في الأيام اللي فاتت ومن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري قال ان خلاص هيتم فعلا جلب ثلاث شيما الحكم الخامس اللي هو شاف السوبليكس اللي حصل مع وليد أزارو لمس الأكتاف اللي كان لمس الأكتاف ده لو هو قاعد على الفيديو خلاص انا بقول لك كان قاعد بينه وبين وليد أزارو 67 سنتي 67 سنتي دول لا هو هيبقى قاعد قدام الفيديو اهو وهو مش عاوز يشوف ان هي ضربه جزاء ها هيشاور الحكم ويقول له في السماع انها ضربه جزاء انا بس عاوز اسال السؤال ده للقائمين على منظومه كره القدم في مصر وانا كمان عايز اسال برضه هل هيشاور هيقول انها ضربه جزاء ولا برضه هيعمل نفسه مش من حته تانية خالص وان هو مش هيشوفها هو دي الاساس. تقنيه الفيديو عمل رائع جدا بس هو عمل مؤسسي. ايه هناخد عربيه كشري ونلف بيها على الملاعب؟ انا اخر خبر بيقولوا انها هتبقى عربيه متنقله، يعني انت عاوز واحده متنقله ايه واحده متنقله. طب احنا عندنا 3-4 ماتشات هنجيب الماتش ده ونحط له حكم كان قبليها بيومين كان في اخبار برضه نازله ان ولا هنلعب كل ماتش يوم كل ماتش هنلعب ثلاث مباريات في يوميا ثلاث مباريات بس في اليوم يعني ديليفري فيديو ديليفري هيتحرك من هنا يروح لهنا ولا هيتعامل ازاي؟ يعني ممكن يعني مثلا تكون اللقاءات تبتدي مثلا من الساعه 2 الساعه 4 الدور هنضرب الناس في قد ايه؟ هو بيقول من الدور الثاني. طب هل هو هيستطيع في الدور الثاني ان هو يكون في اللحظه دي في التو خلاص هنعد الوقت العكسي وهيبقى جاهز حكم الفيديو؟ طب في الاخر لو ما طلعش ان في فيديو طب نعمل ايه في ساعه التشغيل؟ صحيح وبعدين كمان فكره ان ممكن تقنيه الفيديو دي تستخدم لمباريات بعينها او لفرق بعينها هيبقى دون فيها انتقائيه مشكله كبيره شفافية. جدا لا طبعا مشكله يعني كبيره جدا يعني انا هحط حكم الفيديو لمباراه بيراميدز والزمالك مثلا وما احطهاش للمقاصه والمقاولين مثلا ما ينفعش ولا من حرس الحدود وحاجه من الثاني من فرق المؤخره ومتزايلي الجدول لا طبعا
طعم. الكلام ده مش مظبوط، ويا اما نكون بادئين بدايه صح، مش لازم تبقى من بدايه الدور الثاني، محتاجه تخطيط من كبير اللي جاي. بس بدل ما تبقى في عربيه الكشري دي يبقى في عربيتين ثلاثه، يبقى على الاقل كل الملاعب مغطاه بعربيه بتحمل تقنيه الفيديو او الفار. هيتلعب ثلاث ماتشات في ثلاث اماكن مختلفه، موجود فيه ثلاث وحدات لل بس احنا فعلا لو قعدنا نفكر فيها نلاقي الموضوع فيه شويه صعوبه. يعني في مباراه بتتلعب في محافظات مختلفه، فين كمان تدريب الكوادر؟ يعني انا هدرب الكوادر دول في قد ايه؟ صحيح. او الدور الثاني انت حتى لو هم اخذوا كورس لمده شهر مثلا، فلنفترض هيحصل كده، بس برضو لو دلوقتي في النهارده ماتش في اسكندريه، وفي ماتش في القاهره، وفي ماتش في الصعيد، هنعمل ايه؟ انا بنحتاج بقى هليكوبتر متنقل، مش عربيه متنقله، عشان خاطر نغطي فعلا الملاعب دي. كلام مش مظبوط وكلام مش عملي، يعني نكون قدها ونتعامل مع الامور بشفافيه. بس احنا فعلا في امس الحاجه لتقنيه الفيديو. طيب انت يا شيما واثقه ان هو هيشوف الكوره لو جات له زي بتاعه وليد ازارو هيشوفها في الفيديو؟ لا، هو ساعتها ولا مش احنا دايما يعني احنا لما بيكون فيها حد يجاوب لي على السؤال ده، ما هو وقتها الموضوع هيبقى مختلف. يعني دلوقتي لما بيبقى فيه اعتراض كبير جدا من الجمهور، واعتراض برضو من مجالس ادارات الانديه على تحكيم مباراه ما، فدايما بيطلع رئيس ضربه الجزاء الاخيره اللي في مباراه الزمالك والمقاولين دي، دايما بيطلع رئيس بعديها رئيس لجنه الحكام يقول الاخطاء وارده، الحكم بشر، ممكن ما يكونش شافها، ممكن، بس وقتها مش هيكون في اي حاجه من الحجج دي. على الاقل هنرتاح من الحجج دي بنسبه 80%. طب مين اللي هياكد لنا ان حصل لينك ما بين الحكم الفيديو، مفروض ما سمعش في السماعه؟ ما احنا شفنا في مباريات كاس العالم المباريات بتتوقف عادي، والحكم مين اللي بيوقفها؟ هو الحكم بيوقفها من خلال ان هو سمع حاجه في طب عمل نفسه من حته ثانيه وما سمعش. لا، ما هو ساعتها بقى الموضوع هيبقى مختلف. طب ما نتكلم في الاساس بقى. ارفع مستوى الكوادر بتاعتك التحكيميه، حسن من ادائهم، اديهم دورات، عرفهم ان الخطا ده ما ينفعش يتطبق هنا اهو وما يتطبقش هنا اهو، وان العداله عمياء وتطبق على الجميع. ده الاساس اللي احنا المفروض ان احنا نروح له. صحيح. مش عربيه متنقله. صحيح. نرجع بقى مرة تانية برضو للحدث الأهم والأبرز، يوم 28 سبتمبر. تصويت على اللائحة الأساسية، هو عرس 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 الأهلي لكل الأهلوية. يعني صحيح، هل حضرتك متوقع أن يكون في إقبال تاريخي؟ إن شاء الله بإذن الله، بإذن واحد أحد. هنشوف حاجة شبيهة بالانتخابات اللي فاتت؟ ربما طموحاتنا أنها تكون أكبر من كده كمان. يمكن أحد العوامل اللي أثرت في العدد في الانتخابات الأخيرة كانت سوء إدارة العملية التصويتية نفسها. أعتقد أن المرة دي واللي اطلعنا عليه وجود أربع مداخل، اثنين للدخول واثنين للخروج. كمان اتساع المداخل، السرعه في التصويت، وان هي العمليه كلها لم تتفرق اكتر من 7 دقائق. صحيح. يمكن في ناس كانت بتعزف عندها تقول لك انا هروح اتعذب واقف في الطابور ساعتين وثلاثه، لكن دلوقتي اظن في تنظيم اهم واكبر بكتير من اللي حصل في الانتخابات. اعتقد ان الادلاء بالصوت مش هيستغرق اكتر من 7 دقائق. فده هتبقى مدعاني ناس كتيره جدا باذن الله، باذن واحد احد، انها تروح وتدلي بصوتها. يعني هتروح الساعة كام؟ إن شاء الله على الصالة كده نحاول نصلي في النادي الأهلي وندلب. الدنيا هتبقى زحمة قوي. يعني هو ده التوقيت اللي هيبقى توقيت الذروة بالنسبة للتصويت يعني. بشكرك جدا دكتور إبراهيم داوود، مدير تحرير جريدة الكورة والملاعب، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. أنا سعيد جدا بوجود حضرتك معانا. يعني كل الشكر للناس اللي شاركت في اللائحة دي، وكل الشكر لفريق العمل، وشكرا لك يا شيما. بشكر حضرتك جدا، شكرا طبعا لحسن متابعتكم لينا النهارده.